دكتور محمد جمال، استاذ الاشعه البيضاويه بطب عين شمس. النهارده المؤتمر هيناقش ايه يا فندم؟ احنا في المؤتمر ده مؤتمر سنوي مهم جدا، لانه دايما بيناقش سليه الكبد وسرطانات الكبد الناشئه عنه، واللي هي للاسف نسبتها عاليه في مصر نتيجه لفيروس سي منتشر في مصر، ودور دكاترة الأشعة التداخلية ودكاترة البطنة ودكاترة الجراحة في علاج الأورام الكبدية السرطانية اللي تنشأ عن هذا الكلام. طيب المؤتمر هيقدم جديد في هذا العلم؟ هو طبعا دايما في جديد، يعني طالما في أبحاث عالمية أكيد طبعا في جديد في كل النواحي، يعني سواء في نواحي الكشف عن الفيروسات والاورام الكبديه، او سواء في نواحي الدايجنوزس او ان احنا ازاي نقدر نشخصها، او سواء في الناحيه العلاجيه اللي هي انا متخصص في جزء منها اللي هو الاشعه التداخليه وعلاج اورام الكبد بالاشعه التداخليه. طيب الاشعه التداخليه ديت بعد ما بيعملها المريض هل بتفيده في التشخيص؟ لا، الأشعة التداخلية دي حاجة مش تشخيصية، هي حاجة علاجية. علاجية. هي اسمها أشعة، أي نعم، ولكن هي أشعة تداخلية، يعني إحنا بنستخدم الأشعة علشان نتدخل بواسطتها، يعني نشوف إحنا رايحين فين، ونقدر من خلالها إن إحنا نكوي بؤرة أو إن إحنا نخش بقسطرة لغاية ورم، فنحرق نحقن مادة كيماوية أو نحقن مادة مشعة أو نقتل الدم اللي واصل عنه، كل ده بيتعمل وإحنا شايفين اللي احنا رايحين له ده بايه؟ بالاشعه. فاحنا بنستخدم سواء السونار او الاكس راي العاديه او الاشعه الاشعه المقطعيه في ان انا اوجه نفسي واروح للورم، سواء ان انا اكويه او ان انا احقنه بالادوات بتاعتي. فعشان كده اسمها الاشعه التداخليه، لكن هي تختلف عن الاشعه التشخيصيه اللي هي بشخص الورم بس، ان انا دخلت العيان وصورته علشان اشوف الورم، طب ده حميد ولا خبيث، طب ده شكله عامل ازاي. دي الاشعه التشخيصيه، دي الاشعه التداخليه لا، هي التدخل للعلاج وليس فقط للتشخيص. يعني هي تعتبر في النهايه نوع من انواع العلاج بالنسبه للمريض. بالظبط بالظبط بالظبط، وتعتبر احيانا بتبقى مع الجراحه، تكون قبل الجراحه او تكون ما ينفعش الجراحه فنعملها هي فقط لا غير، تبقى كافيه. يعني هي بالظبط طريق من طرق العلاج لاورام الكبد. شكرا يا فندم.